السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. قبل ما نبداو في فيزا 60 درهم مغربيه مثلا، فيك انك تحولها لدولار كندي. قبل ما نبدا لقيت لكم واحد الموقع هبيل، موقع احمق، لن ترى هذا الموقع ولم يتم نشره، موقع تحفه جدا. انك تعرف ماذا سوف يحصل سنه 2050؟ فانكوفر الكندية ستقوم بعمل مصعد لاسانسير مصعد إلى الفضاء عن طريق نصب كابل فولادي. جميع التفاصيل وقراءة التوقعات ستجدها في هذا الموقع. شيء ما اخترت لكم مدينة الرباط في المغرب. ماذا سوف ترى في مدينة الرباط؟ شاهد معي شيء لن تصدقه، والملابس التي سيلبسونها النساء في مدينة الرباط ستدهشك وتتعجب وتستغرب، ويمكنك أن تدخل إلى دولتي. قبل أن نبدأ إجراءات الفيزا الإلكترونية التي تحصل عليها وأنت جالس في بيتك بمبلغ رمزي والاستمارة والموقع في أول تعليق مثبت، سأترك لكم كل شيء لكي تقوم بتعبئة هذه الاستمارة، وعلى حسب على حسب جواز سفرك تحدد المدة. فيزا سنتين يمكنك العمل في هذه الدولة المتقدمة، دولة متقدمة، وتحصل على إقامة هناك. وبالنسبة للتقديم للأزواج كل واحد يقدم بنفسه. تابع معي أول موقع لسنة 2050، ماذا سترى في فانكوفر وماذا سوف ترى في الرباط. هكذا بالنسبة للرباط سأعطيكم لمحة بسيطة وسريعة عن الموقع، فهو خيالي. بالنسبة للرباط تضغط على هذه الدائرة بالأصفر ثم يعطيك الرباط، اقرأ التوقعات، تضغط على اقرأ التوقعات ثم تدخل مباشرة إلى ماذا سوف ترى سنة 2050 هنا. شيء رهيب، ملابس الجلاب المغربي أيضا موجود. انظر الدوائر التي باللون الأخضر، اضغط عليها يعطيك التفاصيل. هنا كما ترى شيء خيالي، تروادي كما ترى هنا. بالنسبة للجلاب المغربي فهو حاضر سنة 2050. هنا كما ترى الشرطة، لباس الشرطة وغريب وطائرات. انظر إلى الأبراج والسكن كما ترى هنا. سنة 2050 هذه هي مدينة الرباط أمامكم، وسأريكم المصعد الفولادي الذي سيكون لهذه السنة في فانكوفر في الساحل يتم تشييد. فإذا ضغطت على أي صورة مثلا هذه باللون الأخضر، نضغط عليها ثم يعطيك هذه التفاصيل الغريبة لمدينة الرباط. شيء خيالي كما ترى هنا، تكنولوجيا متطورة جدا جدا، وطائرات وتكنولوجيا كما، والجلاب المغربي دائما حاضر معنا. هنا مدينة الرباط أمامك كما ترى الأشخاص ماذا يلبسون، وطائرات هنا أمامك. نتجه إلى فانكوفر الآن لنرى المصعد، ويمكنك أن تختار الدول. فهنا الخريطة أمامك فيها جميع الدول، وأيضا دول عربية ودول أوروبية. ماذا سوف يكون لسنة 2050 في لمحة عن المستقبل؟ مثلا فانكوفر هنا، أنت تبحث تضغط هنا باللون الأبيض فانكوفر هنا كما ترى. افتتاح أول مصعد فضائي في العالم، تضغط عليها ثم ترى التفاصيل والمعلومات المستقبلية عن ساحل فانكوفر وبتكلفة 10,000 دولار وما إلى ذلك. هنا جميع المعلومات والرافعات. هنالك نصب كابل فولادي 35,000 كيلومتر في هذا المضيق في ساحل جزيرة فانكوفر.
إذن كما شاهدتم المعلومات الخاصة بسنة 2050 لماذا ماذا سوف يحصل ويقع في العالم. نتجه الآن إلى شرح بعض الإجراءات بالنسبة لفيزا سنتين بمبلغ رمزي 9 دولار تحصل عليها PDF بعد ساعة زمن، ساعة على حسب عدد الطلبات، وساعة تحصل على هذه الفيزا في بريدك الإلكتروني، ثم تدخل إلى الموقع وترى جميع التفاصيل. إذا كان جواز على حسب جواز السفر كما قلت لكم في أول فيديو، جواز السفر هو الذي يحدد هذه الفيزا ويحدد مدتها، المدة الخاصة بها. طبعا بالنسبة للسفر الإلكتروني فواضح التقدم بطلب الحصول، غتختار القارة التي أنت موجود فيها والجنسية، تضغط عليها أمامك هنا بكل سهولة، والخطوات تقدم، تدخل بريدك الإلكتروني، معلومات جواز السفر، كل شيء، ثم الدفع، طريقة الدفع لا أعرفها فأنا لم أدخل إلى الموقع. دليل التطبيق، يمكنك أن ترى هذا الفيديو الخاص بالتطبيق وكيفية التسجيل فيه، وسهل جدا وبسيط ولا يتطلب منك أي مجهودات، دقائق معدودة وتحصل على الفيزا الإلكترونية عبر ساعة أو ساعة ونصف، ثم ترسل تحصل على الفيزا وتذهب إلى أخذ تذكرة الطائرة من أي مكتب هجرة في دولتك وتهاجر وتوكل على الله وهو نعم الوكيل. اضغط على التقدم بطلب على الحصول ثم تجد هذه المعلومات أمامك، تختار القارة هنا، أنت أفريقيا أو آسيا، ثم جنسيتك من هنا، الجزائر، المغرب، تونس، أنت تختار ليبيا، كل شيء، ثم التفاصيل كلها أنت تتابعها وتكمل الإجراءات. أتمنى لكم حظا موفقا. عند وصولك إلى كوريا الجنوبية، سيول العاصمة، عندما تصل إذا لم تفهم وتعرف ماذا سوف تفعل سأقول لك. إذا كنت يعني تائه مثلا، تذهب إلى مسجد أو تذهب إلى كنيسة تسأل، فالأشكال شكل الوجه يختلف، الوجه يختلف على حسب الوجوه، فأنت نظرتك للعالم هناك ترى تعرف هذا جنسيته، هذا سوداني، هذا ليبي، هذا مغربي، هذا أوروبي، فأنت تعرف من خلال الشكل. الكوريين توائم كلهم يشبهون بعض تقريبا، الصين كذلك، هذه الدول شكل وجهها يشبه. فيمكنك إذا كنت تتحدث لغة إنجليزية ليس بطلاقة وإنما لغة إنجليزية بسيطة، فبإمكانك أنك تسأل كوري أو كورية، تسأله عن إجراءات الحصول على الإقامة في عند وصولك، أو تذهب إلى مكتب هجرة، أو فاللافتات تكون أغلبية باللغة الكورية ويكون هنالك تحت منها ترجمة باللغة الإنجليزية، وجوجل يساعدك في الترجمة. العرب موجودين في كل الدول، يمكنك أن تتجه إليهم وتسألهم في هذا المجال. أنا بالنسبة لي الموقع سأشرحه بسهولة، هنالك استمارة وطريقة الدفع، فلم أسجل في الموقع، أنا طرحته فقط في القناة لكي يستفيد منه، لأنها كانت بدون فيزا، كوريا الجنوبية كانت بدون فيزا لبعض الدول مثلا المغرب. الآن تم وضع هذا النظام، نظام رائع جدا للموقع الرسمي الكوري لكي تقدم من أي دولة عربية وتقدم طلبك في الهجرة إلى كوريا الجنوبية فقط. فيتم تحديث الموقع، فسارعوا في التقديم، سارعوا لأن هنالك تحديثات ويمكن إلغاء بعض الدول، مثلا إلغاء بعض الدول العربية عندما يكون هنالك اهتمام كبير، والراتب فلا يقل عن 2500 إلى 3000 دولار في الشهر، يعني 2.5 مليون أو 3 مليون مغربية في كوريا الجنوبية، تعمل في المصانع، هنالك المطاعم، مصانع، العديد من المجالات، حتى لو كانت لديك حرفة صنعة بدون لغة وبدون أي، فقط تقطع التيكت كما لو أنك ذاهب إلى تركيا. فقط هذا الموقع موضوع حلقة اليوم لكي يسهل علينا
أن تدخل إلى كوريا الجنوبية، يسهل عليك هذه المراحل، تذهب إلى السفارة وتذهب، فلن تذهب ولن تحتاج إلى أي شيء، فقط أنك تقدم عبر الموقع وتدفع هذا المبلغ الرمزي اللي هو 98 دولار كندي. فأنا أستغرب إذا كان الإنسان يحتاج إلى عمل، يعمل في مصنع أسماك، مصنع أحذية. هنالك كوريا الجنوبية مشهورة بالمصانع في الأرياف، يمكنه أن يقدم إلى هذه الفرصة، وبعد ساعة أو ساعتين يحصل على نصيبه في الموافقة أو في الرفض. إذا جربت حظك فلن تخسر شيئا، فقط يكون جواز السفر جاهز عندك. أتمنى لكم حظا موفقا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. شكرا لكم من قناة سويت هارت للهجرة.